بنتكلم مع حضراتكم لسه على العاصفة الترابية اللي احنا بنشوفها امبارح ومستمرة معانا النهاردة ويمكن لحد صباح غدا. إنه ايه اللي خلى العاصفة الترابية يكون بالشكل ده؟ حديث بقالنا سنين عن مسألة التغيرات المناخية والتلوث اللي زاد عن حده في العالم كله، ويمكن الناس ما كانتش متخيلة ان احنا هنبتدي نشوف اثر ده قريب كده، لكن كانوا متخيلين انه لما نتكلم عن مؤتمرات للمناخ كانوا بيشوفوا ان الكلام ده يعني بعيد عن حياتهم شويه، مش متاثرين بيه، لكن اللي بقينا بنشوفه مؤخرا اعتقد انه ده تفسير حي وواضح للتغيرات المناخيه. اكيد العاصفه الترابيه دي واحده من اسبابها هو ويمكن يكون سببها الرئيسي هو التغير. هل احنا عندنا مؤشرات تنذر بالتغيرات المناخيه اللي بتحصل دي؟ عندنا منظومه للرصد المستمر اللي تابعه لوزاره البيئه. احنا بنتكلم على انه تلوث الهواء ده زاد 10 اضعاف عن اللي كان بيحصل قبل كده بسبب العاصفه الترابيه، فده شيء بصراحه مرعب. ويمكن كل الناس امبارح شافت الفيديوهات بتاعه العاصفه اللي كان فيها دوامات من الرمال، ما بقيناش عارفين نشوف ده، هو ده نتحقق من الفيديوهات هي دي في الصحراء الغربيه، هو ايه اللي بيحصل؟ والناس كلها كان عندها حاله من الذعر بسبب العاصفه دي. خلينا نفهم مع حضراتكم اكتر عن طبيعه العاصفه دي، وهل هي مستمره، وهل ممكن الانذار بيها بشكل مبكر؟ دلوقتي معانا على التليفون دكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع توعيه او نوعيه البيئه في وزاره البيئه. يعني عايز اسال عن اسباب العاصفه اللي احنا شفناها امبارح دي، وهل ده تغير مناخي خاص بينا احنا هنا في مصر او بالمنطقه المحيطه، ولا ده تغير مناخي عالمي واحنا جزء منه؟ مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك. يمكن السؤال اللي حضرتك سالتيه ده سؤال مهم جدا. هل ده اللي حصل امبارح والنهارده ده شيء يعني جديد علينا، ولا هو ظاهره مستمره منذ فتره واحنا اوريدي يعني بنواجهها، بس احنا يمكن حجمها هو اللي اختلف. هو الواضح ان هو اصلا عندنا تلوث الهواء موجود بصفه عامه في مصر وفي المنطقه بصفه عامه نتيجه الصحراء المحيطه. ده شيء يعني مثبت منذ فترات طويله ان الصحراء والجزء المحيط بينا مأثر علينا بشكل كبير جدا. وبالتالي التلوث الهواء كان ليه دور كبير جدا في ظاهره التغيرات المناخيه بصفه عامه. ولكن الجديد ان الظاهره ظاهره التغيرات المناخيه اصبحت بتؤثر على تلوث الهواء كمان بزياده كبيره فيه. فبالتالي احنا اصبحنا في معضله كبيره بتاثر بشكل كبير، بتبتدي بتلوث الهواء ثم يظهر عندنا ظاهره التغيرات المناخيه اللي منطقه بجبانه، ثم تعيد تاني تزيد مشكله تلوث الهواء بصفه عامه بالنسبه لنا، فهي ظاهره معقده بشكل كبير جدا. اللي حصل امبارح ده اوريدي هي ظاهره طبيعيه موجوده بالنسبه لنا، موجوده في النص الاولاني في منطقه الشرق الاوسط بالكامل، لكن وجودها بالشكل ده والمعدل والكثافه دي في فتره زمنيه قصيره بالشكل ده، هو ده اللي احنا ممكن نتكلم عليه انه نتيجه تاثير التغيرات المناخيه بصفه عامه. طيب يا دكتور، هي تنتهي امتى؟ لانه ده برضو سؤال الناس كلها بتساله، و هل احنا مستمرين في ظهور الظواهر الغريبة شوية علينا زي العواصف الترابية ومسألة الإنذار المبكر بيها؟ ده عامل ازاي واحنا دلوقتي بقينا شايفين أمطار في الصيف؟ هي ظواهر غريبة علينا، ما كانش الجو عندنا في مصر ما كانش كده. بالتأكيد مش في مصر بس، في العالم كله في تغيرات كبيرة وظواهر تشمل العواصف، تشمل الأمطار أو انخفاض الأمطار، ظواهر حاده جدا بشكل كبير جدا نتيجه ظاهره التغيرات المناخيه. هي اللي حصل امبارح ده مستمر النهارده بشكل منخفض، يمكن على بكره في تحسن الحمد لله، الظاهره تختفي نسبيا، لكن اوريدي احتماليه انها تتكرر ممكن تتكرر، بس انت ممكن دي من خلال منظومه الانذار اللي تبعنا من حيث التنبؤات خاصه بجوده الهواء ممكن نحددها لمده 3 ايام قادمه، ودي منظومه تبع وزاره البيئه يعني قائمة من 20 سنة ممكن تقدر تتنبأ بالجزء. وكان في انذار يا دكتور بالعاصفة اللي حصلت امبارح والنهاردة؟ قلل التأثيرات نسبيا لحد ما. كان في انذار يا دكتور بالعاصفة اللي حصلت امبارح والنهاردة من قبل المنظومة دي؟ المنظومة أصدرت انذار ولا بيان بيتنبه الناس فيه ان في إمكانية لحدوث زيادة في معدلات الأتربة وبالتالي انخفاض مستوى جودة الهواء، وبالتالي بينبه الناس يتخذوا إجراءات احترازية لتقليل تعرضهم للهواء الخارجي بصفة عامة. طيب أهم إجراء المفروض ياخده الناس في الحتة دي إنهم
يبتعدوا عن المناطق المكشوفة بصفة عامة عشان ما يتعرضوش لزيادة التركيزات. الأخضر عن جودة الهواء، وده مصطلح مهم جدا إن احنا نعرف إزاي بتتأثر جودة الهواء بالعواصف الترابية اللي احنا عدينا بيها، واحنا بنتكلم عن إنه التلوث زاد 10 أضعاف في يوم. هو ليه معايير وليه مصادر. المصادر بالنسبة لنا يا إما مصدر صناعي اللي هو من صنع الإنسان، ده بنتكلم على صناعة، بنتكلم على مركبات، بنتكلم على الحرق مكشوف مخلفات، لكن في برضه مصدر آخر بالنسبة لنا هو الطبيعي. وبالنسبة لنا في حالتنا في منطقة الشرق الأوسط هي منطقة الصحراء الكبيرة المحيطة بينا، بعض الدول بتبقى عندهم براكين وخلافه، الانبعاثات دي كلها بتأثر وليها مشاركة يومية عندنا في منطقة عامة. لكن الحادث اللي حصل ده كان نموذج رفعها من مستوى انها تكون عند شركتها 30-40% لاصبحت 10 اضعاف المستوى الموجود، فبالتالي دي مشاركه ومساهمه سلبيه بشكل كبير جدا بالنسبه لنا. لو انا بسالك يا دكتور، هو اللي بيحصل نتيجه للتغيرات المناخيه ده ممكن انه يعود يكون افضل زي ما كنا قبل كده، ولا لا اللي بيحصل ده مستحيل انه نرجع زي ما كنا، بالعكس التلوث ده او التغير المناخي ده بيزداد؟ احنا نامل بالتاكيد ان احنا انه التاثيرات السلبيه تقل، لكن واضح في ظل ان العالم كله لا زال استهلاكه للطاقه بشكل كبير، ومفيش اتفاق عام لخفض استهلاكاتهم للطاقه وبالتالي انخفاض مستويات غازات الاحتباس الحراري. احنا هنظل في مرحله مستقبليه بنتاثر بيها باحداث اكستريم بتاثر علينا سواء كانت على مستوى الطقس والمناخ وبالتالي الموارد الطبيعيه بالنسبه لنا، وبالتاكيد التلوث اللي احنا نلاحظه سواء كان تلوث الهواء او الميه او التربه وبالتالي الموارد الطبيعيه الخاصه بينا جميعا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعيه البيئه في وزاره البيئه.